ابنك فين يعني؟ ولا هربانه منهم يا بنتي؟ ولا انت وراك مصيبه ولا حكايتك ايه؟ ما بقاليش حد خلاص. ابويا الله يرحمه مات، واختي غدرت بيا. ابويا كان تاجر، اختي غدرت وخدت كل حاجه ورمتني في الشارع. ما بقاش فارق معايا بقى، حبسي يلمني ولا حد تربه. طب خلاص اسكتي بقى وبطلي عياط. معاكي فلوس؟ وما تقوليليش تسلم يا باشا ومستوره يا باشا. معاكي فلوس؟ لا ولا انا. امسكي. احنا عندنا بنات برضه، وانا عارف ان الدنيا فيها وفيها. لو عايزه تعملي محضر في اختك حقك وبالقانون، ولو مش عايزه براحتك. لا يا باشا، ما اقدرش ازعل ابويا في تربته.